حالات انتحار غامضة ومئات من حالات الفرار. ضبابية تحيط بيو اس اس جورج واشنطن حاملة الطائرات التي وصفت ببيئة غير صالحة للعيش. هذه الحاملة سميت على اسم الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن وأطلقت عام 1992. تتسع لما يقرب من 5000 بحار، يتم تشغيلها بواسطة مفاعلين نوويين يمنحانها قدرات هائلة في قطع أكثر من 3 ملايين ميل بحري، ما يعادل نحو 5 ملايين كيلومتر تقريباً. وخلال السنة الماضية فقط فر منها أكثر من 200 بحار بعدما ارتفعت حالات الانتحار بين أفراد طاقمها. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية وفي ظروف غامضة لقي 3 من أفراد الطاقم مصرعهم، بينما انتحر 4 آخرون، وهو ما دفع البنتاغون إلى التدخل. لا توجد مؤشرات تدل على أن هذه الوفيات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض حسب المسؤولين، لكن وزارة الدفاع فتحت تحقيقاً في ملابسات وفاة البحارة الثلاثة. أعتقد أننا بحاجة لمنح الوقت الكافي لمحققي البحرية للتحقيق في الحادثة. جون ساندر وهو والد بحار انتحر على متن يو اس اس جورج واشنطن ويدعى الكابتن أوكزافي ساندر. الوالد قال إن نجله وصف تجربة عمله على متن الحاملة بالمروعة، ويجب ألا يعيش أي بحار على متن هذه السفينة في تلك الظروف. كنت سعيداً عندما تم تعييني على متن يو اس اس جورج واشنطن، لكنني سرعان ما بدأت أشعر أن عطلة نهاية الأسبوع فرصة للفرار من الظروف القاسية بعيداً عن تلك الحاملة. عمليات صيانة الحاملة الأمريكية التي قد تستمر سنوات في ولاية فيرجينيا دفعت أكثر من 200 بحار إلى الفرار. بين عامي 2019 و2021 ارتفعت حالات الهروب إلى أكثر من ضعفين، ومن بين أكثر من 342,000 بحار نشط هرب 157 في عام 2021 مقارنة ب 98 في عام 2020 و63 في عام 2019، معظمهم في 25 من العمر أو أقل. تقارير قالت إن حالات الانتحار بين البحارة على متن هذه الحاملة قد تكون بسبب عقود عملهم الممتدة لسنوات. هذه العقود وضعتهم أمام خيارات قاسية، وهي الموت بالانتحار أو الفرار ومواجهة عواقب وخيمة بما فيها قضاء سنوات في السجن. ولا تزال محاولات الانتحار قائمة بسبب ما تقوله مصادر عن الظروف المعيشية غير الصالحة للسكن على متن السفينة، بما في ذلك الصيانة والترميم المستمر والضوضاء التي جعلت النوم مستحيلاً ونقص الماء الساخن والكهرباء. كل ذلك أدى إلى أزمة صحية ونفسية للبحارة جعلت حياتهم كابوساً لا يحتمل.